حضرنا اليوم ندوة ديال مدونة الأسرة اللي كينظموها القطاعين ديال حزبي التقدم الاشتراكية والحزب الاتحاد الاشتراكي، كل شيء تبع الاتفاقية اللي مشاو فيها الحزبين، اتفاقية اللي غيكون فيها الشغال على مستوى مجموعة ديال المواضيع، ومدونة الأسرة بطبيعة الحال والقضية النسائية هي في رأس اهتمامات الحزبين، لدرجة أن مذكرة الحزب التقدم الاشتراكية ومذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي تبقاو مذكرتين متشابهتين. وهذا ماشي جديد، لأنه كيجمعنا اليسار، كيجمعنا التقدمية، الحداثة. إذا النقاش اليوم ربما شمل مدونة الأسرة في جميع أبوابها، تحدثنا على النفقة والتطليق، تحدثنا على النسب، الولاية، الحضانة، دوينا على الأملاك المشتركة، إذا دوينا على مدونة الأسرة في جميع مشتملاتها ونقاشاتها وإشكالياتها. تنتمنى على الله هذا ورش مجتمعي، حملات الشعار ديالو الحركة النسائية، تترأس صاحب الجلالة باعتبار أنه هو أمير المؤمنين، الخطاب الملكي ديال عيد العرش ديال 2022، الرسالة المولوية الموجهة للسيد رئيس الحكومة اللي تيكلفو أنه يشكل لجنة ويشتغل على الموضوع. إذا هاد الندوة هذه كتدخل في هذا الإطار. مدونة الأسرة هي من الأهمية بمكان، الأسرة هي اللبنة للمجتمع، والمجتمع الأساس والعمدة دياله هي المرأة، مع العلم أن مدونة الأسرة هي ليست بمدونة المرأة، وإنما هي مدونة للمرأة والرجل والطفل والأسرة برمتها. شكرا. هذه الندوة اجتمع يعني القطاعين النسائيا، قطاع الحزب الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة، على اعتبار أن الحزبين معا يتقاسمان نفس الأفكار ونفس الآراء ونفس المقترحات أيضا التي قدمها. بالنسبة لمداخلتي كانت حول النسب، لأن هناك نجد بأن هذه النقطة أثارت العديد من النقاش وفيها اجتهاد إلى حد ما مرفوض، يعني كما قضية يعني إلى حد ما نجد بأنها من الأمور التي تثار فيها الشارع كثيرا ويمنع فيها الاجتهاد، مثلها مثل قضية الإرث، والحال أننا نجد بأن نقطة النسب تتعارض مع المادة 32 من الدستور. المادة 32 من الدستور يعني تلزم الدول بالحفاظ على الحماية القانونية، نقول الحماية القانونية للأطفال، تحافظ على اعتبارهم المعنوي، تحافظ على المساواة، يعني بغض النظر عن وضعيتهم، الشيء الذي نجده على مستوى النسب خصوصا في الابن غير الشرعي. المادة 140، المادة 148، المادة 146 تعطي يعني ترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة لأم جميع الآثار، المادة 148 لا ترتب على البنوة غير الشرعية أي آثار. إذا عن أي حماية دستورية يعني ضمنها الدستور نتحدث؟ حماية قانونية، أين هي الحماية القانونية؟ عن الاعتبار، الاعتبار المعنوي، أين هو الاعتبار المعنوي؟ تحدث عن المساواة، أين هي المساواة؟ مدونة الأسرة تطرقت إلى حقوق الطفل الناجم عن زواج صحيح، وبالتالي فهي يعني قامت أو احترمت المقتضيات الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها في الابن الناجم عن زواج صحيح، والشيء الذي لم تتبناه فيما يخص الابن غير الشرعي الذي لا يتحمل بطبيعة الحال بين قوسين خطيئة والديه. تكلمتي على والد الفراش هو للعاهر الحجر، وكان واحد الحديث هناك حديث غير معروف. نعم، هناك حديث آخر غير معروف، بمعنى أنه إذا جحد يعني الوالد ولده، يعني لا أستحضر الحديث لأنني قرأته في القاعة، ولكنه يتحدث على أن الرجل لا يجب أن ينكر نسب ولده، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لن ينظر إليه، ويعني الأمور تتحدث عن بشاعة هذا الفعل. فلماذا هذا الحديث لا نجده؟ بدليل أنني لم أتذكره، رواه النسائي، لم أتذكره الآن، أحتاج إلى قراءتي في الوقت الذي أتذكره. الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأننا تربينا عنها منذ نعومة أطفالنا ونحن في أول سنة من سنة الجامعة في مادة القانون، فقرأنا بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. تفعيلا للعمل المشترك ما بين الحزبين، تلقى اللقاء الآخر الذي جمع المكتبين السياسيين وأهم الأوراش الأساسية التي يعول عليها كثيرا على الحزبين، الاتحاد الاشتراكي القوة الشعبية وحزب التقدم الاشتراكي، هو ورش مدونة الأسرة بمعية الحركة الديمقراطية التقدمية والحركة النسائية، لاعتبار بأنه هذا الورش أولا عنده راهبية، ثانيا ما يمكنش كأسس لواحد المرحلة ديال ما بعد 2024، اعتبار بأن هذه المدونة هو نص محوري وسيكون له ما بعده، وعنده امتدادات وتقاطعات مع أوراش قانونية وتشريعية أخرى كالقانون الجزائي، قانون الجنسية،
قانون المسطرة المدنية وألفت إلى ذلك. يعني نحاول من خلال هذه اللحظة التاريخية أن نحمي لجرعة الإصلاح كي تتناغم هذا النص مع مقتضيات الدستورية ومع المواثيق الدولية التي أعطاها المشرع أو أعطاها الدستور سمو على التشريعات الوطنية. يعني كرست المساواة من خلال هذا النص تكون عندها تداعيات على قوانين أخرى وعلى سياسات عمومية، ونحن في صلب بناء منظومة الحماية الاجتماعية إن كرست أيضا تراتبية غيكون عندها قانونية. أكيد بأن المرحلة دقيقة جدا. ثانيا من خلال المذكرتين اللي رفعوهم جوج الأحزاب نلمس بأن هناك تقارب كبير على مستوى الترافعات والترافعات، ويمكن نقول الى حد التشابه ما بين المذكرتين شيء ماشي جديد، مش جديد على اعتبار بان الحزبان يلهان من نفس المدرسه الفكريه ونفس المدرسه السياسيه. الاختلالات الكبرى اللي رصدناها من خلال 20 سنه تتبقى ممارسه الاسره هي اختلالات تم تداولها بشكل كبير جدا. الولايه القانونيه، الحضانه، مشكل تطلق الشقق، مشكل النسب، مشكل تزويج القاصرات، قضيه التعصيب، والحاول البعض الاخر انها كينسبها للفقه والدين باعتبارها مقتضى غير قطعي، الوغ حنا استمعنا لاصوات من تنهل من داخل المنظومه الفقهيه كتقول ما عندها حتى شي سند شرعي. ثم القضيه ديال المغاربه الخارج، قضيه الوصيه، يعني نقاط كثيره جدا. احنا في التقدم المشتركين خصنا 16 نقطه واللي تناولناها من خلال هذه الندوه كلمتو، لان هناك نتكلم بنفس الصوت ونتكلم بنفس اللغه ونتكلم بنفس الجرعه الاصلاحيه كاتحاد اشتراكي للقوى الشعبيه وكاتحاد التقدم الاشتراكيه. نتمنى ان تنضاف لنا اصوات اخرى حتى يكون الاصلاح اصلاح شامل، اصلاح جذري، واقولها علي ما لا جذري، وان ينتصر لحقوق المراه، لحقوق الرجل، وان يراعي المصلحه الفضلى للاطفال. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.